التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم. هنا ايضا نحييكم ونرحب بكم وبحضراتكم هذه الانطلاقات الصباحية التي تحمل منافسات سن الفطامين. شوطنا السادس عشر خصص للقعدان الصعوب مباشرة مع المقدمة، مباشرة مع الصدارة، مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط ومقدمة هذا الانطلاق. سراب يقدم سراب سيف بن سعيد بن غفان اليابرياتي على المقدمة ويقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني الوصول والانضمام في هذا الإبداع مع مرعب حمود بن محمد البلوشي ياتي مع مرعب مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم شعارك يا ابو طالب، طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي يقدم لنا شعاره، ولكن نعود مع الصداره، نعود مع البدايه مع اليابري. هنا ايضا سيف بن سعيد بن غفان اليابري ياتي على الصداره مع سراب، ولكن مرعب، ولكن مرعب حمود بن محمد البلوشي، حمود بن محمد البلوشي، وهنالك سراب، وهنالك سراب. لمن ناموس هذا الشوط؟ لمن ناموس هذا الشوط؟ ولكن سراب، ولكن سراب راح مع الانطلاق، راح مع الابداع، راح مع هذا التحدي الكبير. يتقدم على البدايه سيف بن سعيد بن غفان اليابري، يبدع بهذا الانطلاق، يبدع بهذا التفوق الكبير من خلال حضوره على المقدمة على صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس لسيف بن سعيد بن غفان اليابري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حمود بن محمد، هنا أيضا البلوشي. المركز الثالث الوصول في هذا المسار والحضور مع المركز الثالث إذا صح هذا التعبير، سهيل بن سالم بن حمرون العامري خذ المركز الثالث. دقيقتين 14 ثانية التوقيت الزمني.